طب يا جدعان النهارده يوم مش عادي، النهارده عيد ميلاد يا جدعان. بصوا جالي ايه يا جدعان؟ بصوا جالي ايه يا جدعان؟ يعني انا مش عارف اقول ايه، انا اقول ايه طيب يا جدعان؟ بصوا يا جدعان، تقترحوا عليا نفتح الدرع ده في الفيديو الجاي؟ انا هسافر اسكندريه كمان يومين، فاقترحوا عليا يا جدعان افتح الدرع ده في البيت ولا افتحه في اسكندريه مع الرجاله؟ هيبقى بيزا وانا ورش والرجاله كلها يا جدعان هتبقى، والواد جبل كمان كله يا جدعان هتبقى مليطه، فافتح الدرع هنا ولا افتحه هناك يا جدعان؟ فانا بفكر افتح الدرع هناك معاهم. انا هسيب الناس تختار نفتح الدرع في البيت ولا معاهم، فهنسيب الدرع ده يا جدعان مش هنفتحه دلوقتي خالص، هنفتحه الفيديو الجاي او اللي بعده او اللي بعد، براحتنا بقى براحتنا. وانا والله يا جدعان هموت افتحه اقسم بالله. ماسك نفسي بس خلاص. السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده في فيديو جديد، بس قبل اي كلام خلونا نصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى يا جدعان، في الفيديو دون جايين نعمل حرب الاسكنات يا جدعان، وغير كل ده الدرع جبناه يا جدعان، ها فزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو. المهم بقى يا جدعان، فكره الفيديو بتاع النهارده هنعمل حرب الاسكنات يا جدعان، ضد مين بقى؟ ضد سلامه يا جدعان. بس المشكله يا جدعان ان سلامه معاه اكونت خيالي يا جدعان، معاه كل يعني 50 سلاح بيتطور، ومعاه في سكه ال 200 مسك يا جدعان، يعني هيكسرني. فانت بقى صاحبي كل اللي عليك انك تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو ده، ولو اول مره تشوفني تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد بقى يا صاحبي. يلا بقى يا جدعان، مش حابب اطول عليكم كتير، اسيبكم على الفيديو. سلام. بقول لك يا عم سلامه، المفروض دلوقتي حرب الاسكنات هتبدا معاك ازاي؟ بص يا زميلي، المفروض هنلبس 5 لبسات وتلات خوز وتلات شنط وتلات اسلحه. قشطه ماشي، بس انا معلش، بس معلش عشان انا بس المستوى الضعيف انا ما بحبوش. ايه الاسكنات؟ الاسلحه لازم تبقى متطوره، اسكنات بتتطور. ايوه يا ابني تمام. ممنوع بدلات الاكس، ممنوع بدلات الاكس. ليه ممنوع بقى؟ ممنوع بدلات الاكس، هتخسر لان انت هتخسر. لا لا لو في بدلات اكس معايا ممنوع، بدلات اكس مش الموضوع. طب والشخصيات مش من الموضوع، هو لبسات سكنات. تعال هات اخرك عشان مش هحلك. يلا جاهز اول بوينت ليا؟ ليا انا بقى، انا اللي هبدا بقى. عيب بقى ماشي ابدا. انا كده كده هاخد الخمس بوينتات ال وهقول لك ليه هاخد خمس بوينتات السكنات، وهقول لك ليه في اخر الفيديو. طب تعال تعال، انا احب الثقه، احب الثقه الزايده. بقول لك ايه، جاهز؟ هتلبس اللبسه وتقول لي نوعها ايه، يعني ميسك ولا ليجندري ولا ايبك؟ بس عيب. لا يا حبيبي انا حر، انا البس حاجه تانية يا حبيبي. انت تلبسه ماشي ماشي، خش بالتجيل. ده ميسك صح؟ اه ميسك. يلا ماشي، دور في الميسك. 1-0 ليه؟ ما ممكن تبقى معايا. 1-0. يلا يلا يا عم، مستعجل على النقطه. يلا دي رويال باس دي ولا ايه؟ هي دي؟ لا كده 1-0 يا زميلي. اه تصدق 1-0. يلا نقول 1-0 ماشي. بس اللي بعده ماشي. يلا يلا جاهز؟ والله ما تتعبش نفسك، ما تتعبش نفسك والله. وريني. 1-1. هو فعلا انا عارف انه مش موجود. ليجندري. انا عارف انها مش موجوده لان انا مستعجل. استنى كده ناخد برضه بصه، فاهم؟ ليجندري بامبي مش موجوده، مش موجوده انا عارف. يلا يلا حبيبي هات البوينت الثانيه. تعال تعال، انت لازم تضمن بوينتاتك عشان خاطر انا كده كده ضمنها. اه انت بتلعب على ثقه يعني. طب تعال هدخل حرب سكنات بالهبل، عمري ما خسرت ولا فايت سكن. اخسر هيلمت يبقى هتخسر مني. على السلامه معاك دي. تعالى يلا. 2-1 مش معايا. 2-1 بقى. يلا يلا 2-2. يلا وريني فين. ايه يلا 2-2. ليجندري برضو. لا دي بنفسجي، مستحيل تبقى معاك صدقني، ما تتعبش نفسك. مستحيل هجيبها لك دلوقتي، هجيبها لك. مستحيل مستحيل. مش اللي اتحداني يا سلامه. مستحيل مستحيل مستحيل. لسه والله العظيم كنت شايف الحاجات دي، انا شايفها قبل كده. استنى مستحيل يعني. ما تقولش مستحيل. مستحيل ازاي شفتها قبل كده؟ شكلك وحش. طب ما انا هقول لك ليه بقى مستحيل في اخر الفيديو، ما تقلقش. اهي يا سلام، ابلع يالا ابلع يالا ابلع كده يا جدعان. تقول 2-2. يلا فخك انت. تعالى يا عم سلام، تعالى تعالى تعالى. احب انا اللي العب لي، انت بقى اكونت جريند والعب لي في الميسك. تعالى في ثقه، في ثقه كده بتكلم بثقه. تعالى يا عم عجبك. ايه ده؟ دي ايه لونها؟ ايه ليجندري ولا ايبك؟ ليجندري ليجندري. يلا يلا نقول 3-2. يلا 3-2. شكلك هتقول 3. اه 3-2. طب يلا 3-3. وريني يلا 3-3. بحب انا الثقه دي. اي نفس البتاع بنفسجي يا جدعان. ركزوا معايا يا جدعان، ممكن البدله تبقى معايا وانا مش واخد بالي. معاك مستحيل يا ابني. معاك ازاي؟ تركيز. مستحيل تبقى معاك. ليجندري. لا والنبي والنبي مش موجود. فهيب ابلع
ابلع. يلا يا غالي اللي بعده. تعالى ثلاثة سلام، ثلاثة. ارجع وبدارك يا سلام عشان جاي اقبل. تعالى طب هو الجرين ده عامل استعراض لاكونته على اليوتيوب؟ ادخل ابص بصه كده. لا 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 لا، تعالى هنا. راح فين؟ البس لي ده يا سلامه بقى. يلا ايه ده لونه ايه؟ ده لونه ازرق. ايه ازرق. احنا قلنا كام؟ تعالى وبدارك. احنا قلنا كام؟ 3 3 3 3 كده كده هنشوف المونتاج، كده كده في المونتاج. ماشي طيب، هو 3 3 عامة. يلا نقول 4 3. يلا 4 3 لمين؟ ليا يا عم. نقول 4 3 لمين؟ ليا 4 3 ليا. بص انا قاعد اهو، واخد لك قعدة النصر، قعدة النصر بتاعي. بص قاعد، عارف اللي انا اتكلمت. طب 4 4 3 يلا. يعني انت بتباشش عليا، مش معاك. لو معاك طلعها. 4 3 مش معايا يا عم، مش معايا، مش معايا. استنى انا هجيب لك دلوقتي سكناية. البس 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 يا متدلع. طب يلا، لا لابسها دي، لا لابسها. يلا اللي انت لابسها دي قديمة، دي قديمة قوي كمان. اسود ده معايا. ليبك ليبك اهو. استنى ما تهزرش، مش مع اخويا ده، في اكونت الاساسي معايا. ورب ده مش مع اخويا. ابلع ابلع بقى. يلا بقى، استنى لسه. يلا بقى سمعني فرحة الاربعة اربعة بقى. لا لا، والنبي والنبي يا جدعان. ابلع اسود. اربعة 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 اربعة. يا نار ادخل لي. اسود. لا مش هنقضيها نقطة ونقطة يا ما جدعان. هو انت كده كده، انت كده كده انا هفرق، ما تقلقش دلوقتي. يلا يا نهار اسود. طب تعالى بقى يا عم سلامة. هي دي؟ لا 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 لسه لسه. بشوف لك البس ايه. ما عندها سلامة. تعالى سيزون واحد يا زميلي. سيزون واحد احلف بالله يا عم. بحلف ايه بقى؟ ليجندري. لقيت مكتوب رقم واحد في النص، قلت يبقى سيزون واحد. لا ازرق. ليجندري ازرق ازرق ازرق. ازرق على بابا الطيخ. اخر نقطة لمين؟ ليا انا. ليا انا. خمسة اربعة ليا انا. خمسة انا ليا. دي نقطتها اهي. ما هي خمسة ليا انا. شفت ان هي خمسة ليا انا. استنى استنى، ده مش هي يا صاحبي. هي يا صاحبي. طب احلف كده انها هي. والله هي يا عم. ما تحلفش هتخش الجنة. مش هي. هي يا صاحبي، هي يا صاحبي. اخر نقطة يا جدعان في البدل، لازم نخرج. يلا يلا بص، والله العظيم النقطة دي، النقطة دي والله العظيم ده مسا مني ليك. انا متأكد ان جريندو معاه، ودي تحية مني لاخوها مؤمن عشان نطلع متعادلين، عشان امسكك بقى اكلك علقة في الهلمت والشنط. يلا خد يا عم النقطة. اصلا حبيبي مسك دي يا بابا. يا نهار اسود. الحمد لله قلت لك بلاش ادخل في المسك. الحمد لله لما دخلت كنت ممكن البس لك دي. ان شاء الله ان شاء الله. الهلمت والشنط انا متفائل بيها. بقول لك ايه، معايا معايا ولا لابسها؟ بوينت ماليش فيه. 7 4 7 4 معاك دي. يا رب ما تبقى معايا. يا رب يا رب. قول لي على طول ايه نوعها ايه؟ ذكر يا عم. تعال تعال ليجندري. ماشي يا عم، دي موجودة أكيد يعني. لا ما تهزرش ما تهزرش. لا الهلمتات، الهلمتات أنا لو فتحت لك شير هتتصدم. يا نهار هي والشنط. طب إيه معاك دي ولا إيه؟ يا رب يا رب يا رب. أدعو لك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قلب أكونت سلامة. ماشي يلا خلاص، مش معايا بصراحة. حبه بس كده. يلا البس معايا. طب ماشي نديك واحدة. ايه واحدة؟ تخلف النقطة دي. مسك يبقى تعادل. مسك. معايا. استنى استنى يا نهار اسود. ايوه هي. إيه يا ابني اللعيبة. ستة سبعة خمسة. سبعة خمسة. يلا حبيبي يلا. تعالى يا سلام. تعالى انا مش حلك. انت معاك كام هلمة مسك اصلا؟ مالكش دعوة يا حبيبي، مالكش دعوة. استنى عشان لا معايا مسكات كتير يا حبيبي. يا حبيبي انا بس العادي، وانا بقول لك هم ايه، انا بقول لك معاك كام واحدة. ماسك هتشوف الفيديو. ماشي ماشي، ما انا ممكن ادخل استعراض اكونت جرينت واجيبك. بهزر يا قلبي. معاك ده يا سلامة. مسك دي مش مسك. عشان نبقى متفقين على الطلبة. مسك ما تحلفش يا عم هتخش الجنة. اهي معايا مسك اهو. لقيتها اهي. بس غصب عني اصلا. مسك اهي. مسك اهي. غصب عني يا اسطى. يا جدعان 8 5 8 5 واكلك علقه، اكلك علقه لسه النهارده. والله العظيم هناكل على وشنا. بص هي دي. بص والله بامانه بامانه، ده عطف ده عطف. وريني عطف. وريني يا عم العطف. قعد اصل دي مستحيل ما تبقاش معاك يعني. عيب على اكونت جريندو ما يبقاش معاه البتاع دي. ايوه هاي. احنا كنا 8 5 صح؟ يلا 8 6. 8 6 8 6. فين؟
8 يا ابن 6 اللعيبه، انا كنت عايز اجيب دي، كويس انت وريتها لي نايس. مش دي 8 6 كنت هجيبها الجيم الجاي يا غبي. والله اه والله اشتغل ضرب الجزمه 9 6 كده يا غالي. 9 6 يا نهار اسود، اخر خوذه يا جدعان احنا لازم نركز بجد. والله المشكله اصلا ممكن تبقى 9 5 اصلا يعني، بس مش مشكله مش هركز. دي بقى لو معاك انا هقوم هكسرك بقى. 9 6 يعني كام؟ يعني احنا كده اه دي اخر بوينت يعني. اه اخر بوينت فيها. يا رب بقى دي دي مش بوينت. معاك وش، دي مش معاك وش يعني. ونقول 9 7 عيب مش دي بتاعت الفرعونة؟ عيب بقى عيب. بس 9 7 كده لسه مش اخر بوينت. ماشي وريني ليك آه لسه لسه النقطة. اه لسه بوينت. يا رب يا ساتر، هنعوض يا جدعان، هنعوض في الفاينل. انا محتار ما بين اتنين، بص انا احط دي امري لله، العب كسبت بيها امري بوينت يا مع عيب. امصله، خد النقطة كسبت بيها بوينت مع انت، خلاص امصله. خدت النقطة مش معايا. الشنط يا غالي، تعالى الشنط بقى، تعالى جيت في ملعبي، تعال يا غالي تعال. يلا نقول اول نقطة ليه. شنط الاكسات من النوعة 10 7 يا عم مش مشكلة لاجلك، هو كده كده ليه؟ منتج هشوف المنتج المونتاج المنتج يا يا باي. عم، هنشوف المونتاج. تعالى يلا 10 8 يلا. دي مسك صح؟ اه مسك. مش عندك معايا هنا ولا 10 ايه؟ 8 10 عيب 8 بقى. 10 8 يلا 11 8. انت مش مفيش شنطة زر... اه يلا اهي يا حبيبي اهي يا غالي. زهرالي يا حبيب قلبي، البس حاجة غير اهي. زهرة زهرة يا حبيبي اهي. زهرالي يا حبيبي اهي يا غالي طب اهي. الطعم بقى يا الطعم كله لابس لك الطعم كله. الطعم اللي زهر يا بالظبط. هو وادي الراس كمان اهي. تمام تعالى يا سلام. 11 7 11 يلا. انت مفكر هتكسب؟ يعني انت مفكر مفيش هتكسب صح؟ ملك المستودع او ملك الاسكنات. تعالى تعالى، انا احب الثقة، احبك وانت بتقلي مفيش في ثقة. مفيش، انا مجنون مصري، عارف المجانين المصريين؟ انا واحد منهم. تعالى معاك الشنطة دي يا سلامة؟ مش معاك. لا ايه دي؟ الشنطة دي هي ايه دي اصلا؟ هي دي شنطة؟ شنطة تجيب العو ايه دي؟ اه كده نقول 11 9. اه لا 11 9 ما معيش بصراحه. طب يلا بما انك معكش الخضره فنجيب حاجه في نفس السكن بتاعها التفتيح ايوه بتاعها. تعال ناخد مثلا مثلا ايوه افرض مثلا مثلا يعني اني خصمتك يوم، افرض مثلا مثلا يعني اني يوم حبيته ولقيته، حبيته ولقيته، حبيته ولقيت بس يا وحش بقى احنا هم ولقيته 12 ايوه سبعة. اخر نقطة كده نقطة يا غالي، كده كده في المونتاج انا اعرف كم كام مونتاج بقى كده. مونتاج خلاص انا تعبت، بس مين اللي هيفرح في الاخر؟ هو اكيد بقول لك انا ايه، بس ماشي بقول لك ايه، يلا عشان ننهي مش معاك ديا يلا ايه ليجندري يلا ليجندري. اه مش معاك يلا يلا اللي بعد. معايا يا غالي ليه مش معايا؟ بس ليه بتهزر ولا ايه؟ غالبا معايا يعني مش عارف، يا عم حاسس استنى يا كده حبيبي انا حاسس ما لحقتش البس فيها حاسس مش عارف كان قصدي مش البس مش عارف حاسس حاسس يعني فاهم، انا كان كنت قصدي حاسس البس يا ابني، دوست عليه بس ما بالغلط اعرفش يعني ما اعرفش. بيدوس على يلا انا خايف عليك، كان مش البس عايز اطلعك اقصاء. طب بقول لك ايه، البس الموز بقى يلا. لا هو يعني ما بيتعلمش ما بيتعلمش من غلطاته. جاي اقبل عليك، جاي اقبل عليك لو راجل الموز كويس. ليجندري. اه ليجندري. طب انت انت ازاي هتحط اصلا شنطتين ورا بعض؟ ايه الهبل ده؟ ماليش دعوه انا مش هحط الاولى. ايه علي 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 لا معيش تصدق، بس ما ينفعش ده ظلم، انت حطيت مرتين ورا بعض. ما حدش هيعرف ان ده ظلم. هو عشان انت اللي بتمنتج وبتاع. ضحكت شويه. اخس عليك اخس عليك اخس. يلبس الشنطه. يلا ايه يا ابني ده؟ يلا يا يا ابني ايه ده يا ابني؟ يلعن ام اللي لعب معاك. استنى يا عم كده، استنى هي دي لا كده كام كده كام لسه مش هي، بس نفس هي يا الباكج عم، نفس الباكج ممكن تلاقيها معاك شوف والله اخدها نفس الباكج. بخم ازاي، يا نهار اسود على الخم، يا نهار اسود يا اخي، دي انت لو يلا يا غالي حق ولا باطل يا عم. تعالى يا عم في الاسلحه، هسيب لك النقطه انا هسيبها لك. اه كان لسه معايا شنطه ميسك ما رضيتش احطها لك شايفها؟ مش عيب انا نفذت شخصيتك اصلا مش شايف الشنطه. أسلحة تعالى بقى في الأسلحة بقى، أسلحة بتتطور فقط فقط لا هات غير. الأسلحة ابدأ أغلى وأحسن حاجة في أكونتي الأسلحة، أنت لو أنا معايا 50 سلاح بيتطور. يا نهار أسود ومهبل، فأنت كده كده هتخسر. بقول لك إيه، الكلمة دي بتضايقني معاك ده. حط أي سلاح واعتبره موجود، أي جروزة. سلاح حط جروزة. أدي الجروزة، عايز الجروزة خد الجروزة يا عم.
مش معايا. يس انت بتحط اي سلاح؟ تعالى عارف لي حاسس انا لا بجرب بلف لسه ما قلت لكش. مش عارف لي حاسس ان السكار ده مش معاك. حاسس اجيب ابدا ابدا ماشي انا موافق. السكار ده نادر. نادر ولا محمد؟ يا علاء يا علاء اهو هو فعلا يا ابني اللذينة. نفس اللون بس نفس اللون بالظبط. نفس اللون بالظبط يخرب بيتك يا مؤمن. تعالى تعالى انت عي عي. يلا نودع يلا نودع. بلاش انفراد بلاش انفراد. نصيحة مني ليك. يلا يا عيني يا ليلي يا ربي يا عيني يا الولا. امسك الحاجة غصب عني يا اخي. غصب عني السلاح. امسك سلاح. اني سلاح اني سلاح. مش ده اكيد صح؟ اكيد ده. يلا ده رد فعلك عجبتني فهحطه. فاجئتك مش ده مش ده ده العظم. بالله ده معايا ده برضه معايا ده معايا برضه اهو. اخلص ده انا امسك لك اكلك علقه. اخلص اعلمك الادب بقى. تعالى بقى عشان انت الادب وعايز تتربى وانا بقى اللي اربيك. انا شغال في كله. مش معاك. اقول لك معايا مش ايه مش معايا مش ايه؟ مش معايا. بقول لك معايا انا معايا كل الاكامات ما عدا ده. تصدق؟ انا بقول لك بوم. يلا اللي امسك ستين ده بيتطور. لا 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 انت مسكت امسك ستين مره اللي قبلها. يا حبيبي ما انت مسكت اي كي ام المره اللي قبليها. لا لا اللي قبلها ما مسكتش. احنا ما بنعيدش ما بنعيد عادي. المهم امسك ستين. لا لا يا غالي يا غالي يا كمام بلاش ادخل لك على اسلحه تانية. خش على اسلحه تانية. طب يلا اتصل للتطور اللي في ظهري يا صاحبي. قايل لك تمسك اسلحه مش ايه يعني ولا امسك ستين عاجب ولا طاسه عاجبه يا اسطى. انا قايل لك اسلحه يا اسطى. انت بتمسك لي طاسه. ما دي اسلحه. لا يا دي اسلحه. لا 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 مش في وسط الاسلحه. امال لو ما تشوف الجاي بقى كده. انت بتخاف. امال لما تشوف الجاي بقى. اللي جاي مفاجاه. وريني اللي جاي. وريني اهو بيستول بيتطور. الادب اللي انت فيها دي بقى. انا معايا كل حاجه بتتطور. مفيش سلاح بضرب بيه ما مش بيطلع كده. اه تعالى يلا تعالى. مش هو مش هو. ما تقولش بقى مش هو بقى. ده بيتطور. انت هتشغلنا يا حبيبي يا بابا. مش هو يا بابا. ده مش ده ليفل 1 ده. الحمد لله رب. الحمد لله جبته. هو ولا مش هو؟ ده ليفل 1. هو ليفل 1. ايه انا طب انا ماكس. انا هطوره لك. انا مالي يا عم. بس كده بقول لك ايه. معاك الرقصه دي. يطلع يطلع ولع يضرب. طب يا جدعان لو عجبتكم السلسله دي اكتبوا لنا تحت في الكومنتات نكرر منها. احنا بنكرر منها كتير يا جدعان الفتره اللي فاتت بس بقالنا كتير يعني مبطلنا. فنرجع للسلسله دي تاني ولو عجبتكم لايك ونعملها تاني. لايكات بقى يا جدعان. يلا سلام. مليون لايك.